السلام عليكم. اليوم حبيت ندير نداء من هذا المكان اللي يقع في منطقة باب الزوار، واللي هو في الحقيقة تابع لمؤسسة ليديفال اللي مختصة بالمساحات الخضراء في ولاية الجزائر العاصمة. وهذا المكان اللي حبيت ندير نداء إلى المسؤولين يعني العليا في الدولة الجزائرية، وبالخصوص وزير السكن والعمران ووزير الفلاحة، لكي يحول هذا المكان إلى حديقة عمومية، خاصة وأن فيه كل المقومات الأساسية نتاع الحدائق العمومية. أنا أطلب من السلطات العليا كي يحول هذا المكان إلى حديقة عمومية، ويتم كذلك استخلاف هذه المساحة هذه لمؤسسة ليديفال باش يكون عندها مساحة أوسع من هذه وأكبر من هذه خارج النسيج العمراني في بلديات كثيرة، الكاليتوس، بلدية الرغاية، رويبة، فيه مساحات كثيرة ممكن تستخلف هذه المساحة واللي يستمروا في النشاط نتاعهم، وتحويل هذه المساحة اللي تقع في منطقة جد استراتيجية وحساسة وسط حي من أحياء باب الزوار. إذن نداء إلى المسؤولين لتحويل هذا الفضاء نتاع لوديفال نتاع مؤسسة المساحات الخضراء ليتحول إلى مساحة خضراء، إلى حديقة عمومية. إن شاء الله النداء تاعي يوصل إلى المسؤولين السلام عليكم. Thank you.